نتواجد بالمعرض الفني للفنان المبدع الموهوب توفيق مرزوقي. معرض أقيم على هامش المهرجان العاشر لفن المنقوشي. فن التراث، التراث الشعبي يقابله فن اللوحات التشكيلية أبدعتها أنامل الفنان المبدع توفيق مرزوقي. لوحات استمدت من طبيعة توريط الخلابة، صورة عاهي البلاد الملك محمد السادس نصره الله، والفرس حاضر بقوة في معرض توفيق. أهل توريرت مولعون بطبردة بالفروسية. وها هو المبدع توفيق يمتطي صهوة فرسه. فرس أصيل. الجمال وأهل الصحراء كذلك حاضرة بقوة في معرض الفنان المبدع توفيق. هذا هو مبدعنا وفناننا المتألق المتميز السي توفيق. السي توفيق مرحبا بنا عندك ومرحبا بك عندنا. من أين بدأت مسيرتك الفنية؟ المسيرة الفنية ديالي كانت من الصغر، فكما كتلاحظوا في المسابقات الأولى ديال المدرسة كانت المشاركات ديالي مكثفة في مجموعة ديال المواضيع، فكان الأهل ديالي كيعيطوا لي بيكاسو الصغير، وكانوا كيصبوا دائما انني نكون في المستوى ديال بيكاسو، مي كاين مجموعه ديال المشاكل والعراقيل اللي كتتواجه في الفنان المغربي، وهي ما كاينش النخبه اللي هي مكثفه بالنسبه للعطاء اللي كيعطيه والفهم ديال المتلقي لهذاك العطاء بالاخص تاع الفنان. فكما كتلاحظوا كاين واحد المونك وكاين واحد الاحتياج جد واسع لهذا الميدان، من ناحيه ديال الامكانيات، من ناحيه ديال الفضاءات للعرض، من ناحيه ديال الاروقه. فكما كتلاحظوا كنحاولوا ما امكن اننا نستغلوا هذه الفرصه مثل هذه المهرجانات الصيفيه، فكيكونوا غير قادرين انهم يوصلوا المنتوج والابداع الروتيني للفنان المتلقي. شكرا. بالنسبه للشباب التوريرتي، هل يقبلوا بكثرتين على الفن التشكيلي؟ كما وضحت لك من قبل، الفن التشكيلي هو محط انظار مجموعه ديال الفنانين، لكن هو في نفس الوقت كيخليهم ما يتجهلوش بصفه اللي هي محببه، فكيخافوا دائما من العواقب ديال المسيره والمستقبل ديال الفنان. كما كتلاحظوا مجموعه ديال الفنانين مغاربه كبار كيعانيوا من الظروف الاجتماعيه ديالهم، الظروف الماديه ديالهم، فكيكون هذا غير مشرف للفنان المغربي انه يتجه في هذا الاتجاه. بالنسبه للفنانات التشكيليين ديال المنطقه او المغرب بصفه عامه، فخص المسؤولين يفهموا بانه كاين انفستيسمون ديال البشر نتاع الانسان، مثلا الرياضيين الفنانين هما انفستيسمون، يعني واحد المشروع خص المسؤولين ياخذوه بعين الاعتبار، لانه عنده مردوديه اللي مشرفه على الصعيد. كما كتلاحظوا كاين فنانين عالميين اللي
كيساهموا في المدخول ديال الخزينه العامه للمملكه بواحد الكم هائل ديال الاموال. على سبيل المثال كاين فنانين بلا ما نذكر الاسامي، مي كاين فنانين اللي كيساهموا في النجاح ديال السياحه، في النجاح ديال المشاريع الداخليه ديال الدوله ديالهم. تكلمت لي على بعض المعيقات، واش هاد المعيقات هي اللي راه توقف كحاجز في وجه السي توفيق باش يعرض على الصعيد الوطني؟ هي بالنسبه لي انا كفنان مخضرم كنحاول ما امكن انني نوفق ما بين العمل الفني والعمل الصناعي ومجموعه ديال الفضاءات اللي كنخدم فيها بالنسبه للتعليم في الاعداديه في الثانويه. كنحاول ما امكن انني نجمع ليا مجموعه ديال الاطفال والشباب باش نتجه بهم نحو الافاق ديال الفن المستقبلي ان شاء الله في المغرب. واش تقول للناس كاملين؟ بالنسبه ليا الجمله اللي نقدر نقول للناس هو ان الفن حاجه اللي مهمه جدا بالنسبه للتربيه والاخلاق والامور الداخليه نتاع الطفل. رساله كنوجهها للاباء، من الاحسن انهم يوفروا واحد الشومبره في الدار او غرفه ويديروا فيها مجموعه ديال المواهب. على سبيل المثال يديروا واحد الرفوف ويحطوا جيتاره، يحطوا واحد لا باليت ديال لا بانتور، يحطوا واحد دربوكه، يحطوا بيت شعري مثلا مكتوب بطريقه الزجل، باش الطفل في اللاج ديال 5 سنين 6 سنين كيعرف بانه التوجه ديالو يا اما هاد الجهه ولا هاد الجهه ولا هاد الجهه. نوليو عند السي توفيق ونوليو عند اللوحه ديالو التي راقتنا. هاد اللوحه شفنا السي توفيق هو اللي راكب على صهوات الفراس، من اين استمدت هاد الفكره؟ هاد اللوحه كانت بمثابه يعني السي في ديال التلميذ في البداية ديال التخصص ديال الفنون التشكيلية في مدينة وجدة في 2005 كما كتلاحظوا التاريخ ديال اللوحة. فكان الأستاذ كيحاول ما أمكن أنه يتعرف على التلاميذ اللي هما موهوبين، فكان كيطلب منا أننا نرسموا لوحة يعني من رسم الملاحظة، يعني ديسان أوبسيرفاسيون، باش كيشوف التقنيات اللي استعملها التلميذ والكيفية باش رسم المواد اللي استعمل. فكانت عندنا كما نقولوا واحد الرغبة أننا نبينوا ونوضحوا الفن ديالنا والأنامل ديالنا اسمو كيعطيو في هذاك المجال. وشكرا. الحمد لله كنت من بين الاوائل في هذا العمل هذا اللي تحت من طرف الاستاذ سي السراجي الله يذكره بخير والسي تغزل سي اجدين، كانوا اساتذه تبارك الله عظام، كانوا يوقفوا معنا في الشده والفاده وعلمونا الصنعه مزيان وعلمونا الفن، عطاونا احساس، عطاونا مجموعه ديال الحوايج اللي راحنا كنهضروا بها كنتعلموا بها كنعيشوا بها في المغرب. والحمد لله وشكرا جزيلا على هذا.